السلام عليكم، ازيكم؟ مرحب بكم اصدقائي المتابعين. فيديو جديد وتفاصيل حاله جديده. حاله النهارده بنوته كانت في العشرينات وكان عندها ازدحام متوسط في اسنان الفك السفلي، وكمان الانياب كانت مدفونه واتاخرت جدا في الخروج. كان عندنا بعض الاعوجاجات وبعض المسافات اللي كنا ضروري ان احنا نقفلها. خليني اقول لحضراتكم كمان ان مع الازدحام المتوسط وحتى الانياب اللي كانت مدفونه قررنا ان تكون خطه العلاج بدون خلع. ليه كانت خطه العلاج بدون خلع؟ وايه نوع جهاز التقويم اللي احنا استخدمناه؟ وازاي وصلنا للنتيجه الجميله اللي قدام حضراتكم دي؟ ان شاء الله هقول لكم تفاصيل كتير في فيديو النهارده، وهقول لكم ازاي فكينا التقويم، وهقول لكم معلومات كتير عن التقويم الشفاف. بس قبل ما اروح للتفاصيل، يا ريت تعملوا لايك سبسكرايب، وتتاكدوا ان انتم عاملين تفعيل زر الجرس، ويا ريت تعملوا شير للفيديو مع اصدقائكم علشان تعم الفائده. واشكركم جدا على دعمكم لينا الفتره اللي فاتت، ومنتظر دعم اقوى الفتره اللي جايه. النهارده كانت جلسه فك التقويم الشفاف، لكن خليني اقول لكم في البدايه ان احنا اخذنا متوسط لمده العلاج في الحاله دي كان سنتين. انا عارف ان مده العلاج كانت طويله شويه، ده لان الحاله اختارت التقويم الشفاف. التقويم الشفاف في العموم بيكون ابطا شويه في المده من التقويم المعدني، بالاضافه ان احنا كان عندنا تحدي كبير ان كان عندنا ازدحام في الفك السفلي، وكانت الانياب مدفونه زي ما حضراتكم شايفين الصور اللي على اليمين اللي انا حاططها لحضراتكم دي. حاله النهارده كانت مليانه بالتحديات، لان في الزحمه دي ازاي هنقدر نخرج الانياب المدفونه، وازاي هنوصل للنتيجه الجميله اللي قدام حضراتكم دي؟ ده كان تحدي كبير اثناء فتره التقويم، لكن الحاله كانت ملتزمه كتير بالتعليمات، عشان كده الحمد لله وصلنا الى النتيجه المرجوه. بالنسبه للتقويم الشفاف بيكون ابطا شويه، لان معدل الاحتكاك فيه والمقاومه للحركه بيكون اعلى شويه من التقويم المعدني. لحد ما بنوصل للجلسه اللي احنا بنفك فيها التقويم، وفي تريكه مهمه انا بعملها زي ما حضراتكم شايفينها دلوقتي، ان انا بخلي الحاله تبايت او تعض على قطعه من القطن او الجوز. ده بيكون مهم جدا، علشان لو ما عملتش كده هيكون الاحساس شويه بالالم والازعاج كبير. ده لان البريسز الشفافه بتكون قوه التلاصق بتاعتها مع سطح السنه بتكون اعلى من التقويم المعدني. وكمان زي ما حضراتكم شايفين اثناء ما هو بنفك التقويم ممكن البريسز دي تتكسر، لان هي بتكون اضعف برضو من التقويم المعدني. ميزتها الوحيده ان بيكون شكلها احلى من البريسز المعدني اللي بيكون لونها فضي، لكن دي بتكون توس كالرد لون الاسنان، فالحاله بتحبها جدا جدا. زي ما حضراتكم شايفين ان احنا عندنا بقايا من التقويم الشفاف، عندنا بقايا من الماده اللاصقه وترسبات جيريه وصبغات، كل ده هننضفه وهنتعامل معاه في فيديو النهارده. ركزوا معايا. اللي احنا عملناه بعد ما شلنا كل البريسز دي، كان ضروري ان احنا نبدا نشيل بقايا البريسز وبقايا الماده اللاصقه، وبنعمل تشيك على ضرس ضرس وعلى سنه سنه علشان نتاكد ان احنا ازلنا كل الماده اللاصقه من على الاسنان. وبنخلي بالنا كويس جدا علشان نتعامل بحرص كبير ان احنا نشيل البقايا دي من غير ما ناثر بالسلب على سطح الاسنان. وهقول لكم كمان ان احنا في نقطه في غايه الاهميه بنعملها، بس هقولها لكم بعد شويه. زي ما حضراتكم شايفين دلوقتي انا بتاكد ان انا بمشي جنتل، بمشي بلطف، ان انا بشيل بس البقايا البريسز وبقايا الماده اللاصقه، وبمشي جنتل على سطح الضروس الخلفيه ثم الضواحك ثم الانياب ثم الاسنان الاماميه، واروح مره تانية على الجانب الاخر. مهم جدا ان احنا نكون مشغلين الكولينج سيستم او التبريد بالمياه زي ما انتم شايفين بالشكل ده، علشان الموضوع ما يبقاش فيه ازعاج ولا الم بالنسبه للبيشنت، لان احيانا بتكون البريسز بتكون ماسكه بقوه شويه، فاحنا ممكن ناخد بعض الوقت على ما نشيل البقايا دي من البريسز. فلازم الموضوع يكون فيه كولينج سيستم علشان الموضوع ما يبقاش مزعج بالنسبه للحاله وما يسبب لهاش اي الم. زي ما عملنا ده في الفك العلوي، بنروح للفك السفلي بنتاكد ان احنا ازلنا كل الماده اللاصقه وازلنا اي بقايا من البريسز موجودة. بنحاول نعمل ده بشكل يكون لطيف على قد ما نقدر، من ناحية على الحالة ومن ناحية كمان على الأسنان. نعمل تشيك ان احنا ازلنا كل بقايا من البريسز وكل البقايا من المادة اللاصقة من على سطح كل الأسنان. لو كان في عندنا ترسبات جيرية موجودة بنأجلها دلوقتي بعد ما بتشيل كل البقايا دي. بنبدأ ان احنا نستخدم الالتراسونيك سكيلر وبنبدأ ان احنا نشيل الترسبات الجيرية دي من على سطح الأسنان. غالبا بيكون على السطح الداخلي للأسنان بتاعت الفك السفلي وعلى الضروس الخلفية، لان دي الأماكن اللي الحالات مش بتعرف تغسلها بشكل ممتاز. ريت بس لسه ما عملش لايك سبسكرايب يعمل لايك سبسكرايب. انا بشكركم جدا على دعمكم لينا الفتره اللي فاتت، وعشان نقدم محتوى افضل يا ريت تفضلوا تدعمونا، وان شاء الله دايما نكون على حسن
ظنكم يعني. زي ما قلت لكم من شوية، دلوقتي احنا بنعمل سكيلينج وبولشينج، بنعمل سكيلينج بعد ما ازلنا البقايا والريميننت من الكومبوزيت او من البريسز كومبوزيت بتاع التقويم، بنبدأ دلوقتي نعمل سكيلينج، نتأكد ان سطح الاسنان خالي تماما من اي ترسبات جيرية، لان احيانا بيختبئ بعض التكلسات وبعض الترسبات دي بسبب ان وجود البريسز في حد ذاته بيمثل ريزرفوار وبيمثل مخبأ بالنسبة للبكتيريا وبالنسبة لبقايا الاكل. ده بالنسبة كمان ان في بعض الحالات بيكون عندها قابلية اللي يحصل فيها الترسبات دي بشكل كبير. احيانا بتكون اللثة ملتهبة وبينزل شعيرات من الدم زي ما انتم شايفين بالشكل ده، ما نقلقش ابدا، الموضوع ده بيكون بسيط. وبعد ما بنخلص كمان احنا بندي للحالة ماوس ووش، نخليها تستخدم ماوس ووش مضمضة للفم، ده بيكون بيساعد جدا جدا على اي التهابات تروح. خليني كمان اطمنكم ان الالتهابات البسيطة اللي بتكون موجودة اثناء التقويم دي ما نقلقش منها ابدا، دي بس بتقعد معانا يعني بعد ما بنفك التقويم خلال يومين ثلاثة، طالما الحالة بتلتزم واخدة بالها كويس جدا من الاورال هايجين ونظافة الفم والاسنان، خلال يومين ثلاثة بعد التقويم كل الالتهابات دي بتروح تماما والدنيا بتكون على احسن ما يكون، والامور بتمشي على خير ما يرام وبتبقى الامور طيبة جدا. نتأكد ان احنا شلنا كل الترسبات والصبغات دي مش بس من على السطح اللي ظاهر بالنسبة للحالة، كمان من على السطح الداخلي بالنسبة للأسنان، وبنعمل تشيك ده كمان، بنخلي الحالة تبص لنفسها ان دايركت بالمراية، خليها تشوف كمان في المراية بتاعتنا علشان نتأكد ان الأسنان راجعة تاني كلير والامور بقت جميلة جدا. في تفصيلة تانية كنت حابب اقولها لحضراتكم، ان انا قلت لكم في بداية الفيديو ان احنا عندنا ازدحام متوسط. ليه في بعض الحالات انا ممكن اخلع فيها في حالات الازدحام المتوسط ده، وحالات تانية لا ممكن ما اقدرش ان انا اخلع فيها؟ هنا بيكون تفاصيل الوجه وتفاصيل زوايا الاسنان بتكون بالنسبة لي مهمة، وعلاقات الاسنان الامامية مع بعضها بتكون مهمة في اتخاذ القرار. يعني مثلا لو انا لقيت ان الوجه بتاع الحالة اصلا منحسر والجزء التلت السفلي من الوجه ده داخل الى الخلف ومتراجع، فانا هنا من مصلحه الحاله ان انا ارسلها الاسنان، والاسنان تمثل سبورت للوجه وتدعم الوجه ويكون الابتسامه احلى واحسن. لكن في حالات تانية لو كانت الاسنان بارزه على الوجه مش متراجعه، فانا بالعكس انا ممكن ارحب جدا بموضوع الخلع، فدي احد التفصيلات اللي بتخليني ممكن اقرر اخلع او لا. مش بقول ده بس، انا بس بقول لكم ان ده احد العوامل اللي بتخليني اخد القرار، علاقات الاسنان على الوجه، هل هي على الوجه راجعه الى الخلف ولا متقدمه الى الامام؟ يعني موضوع البروز والتراجع ده في الاسنان بيخليني او بيساعدني في اتخاذ القرار. نقطه تانية مهمه جدا، ان احنا بيكون ضروري بعد ما بنخلص التقويم وبنشيل كل البريسز وبنعمل سكيلينج، ضروري ان احنا نعمل بولشنج للتو سيرفيس، مهم ان احنا نعمل تلميع لسطح الاسنان بشكل مثالي علشان نتاكد ان سطح السنه راجع تاني يكون املس، ونقلل فرص تكون البكتيريا عفوا، ونقلل فرص التسوس، ونقلل فرص الترسبات الجيريه لما بيكون سطح السنه بيكون املس. ودلوقتي اللحظه اللي انا بحبها على المستوى الشخصي ان احنا بنعمل واشنج، بنغسل الاسنان كده، في بنديها شاور بعد ما خلصنا كل المهمه بتاعتنا، ترجع تاني الدنيا هيلثي بدون بريسز، الحاله بتكون مش مصدقه النتيجه اللي هي وصلت اليها. وبعديها بنخلي الحاله نفسها بقى تبدا تعمل تشيك وتبص على اسنانها في المرايه، تعمل تشيك بلسانها ان مفيش اي حاجه بتخربش. ودلوقتي زي ما حضراتكم شايفين قد ايه علاقات الاسنان والانياب كلاس 1 والضروس الخلفيه كمان علاقتها ممتازه، كذلك على الجانب الاخر الاسنان الاماميه كلاس 1 والضروس وعلاقات الأسنان ممتازة ما شاء الله. وصلنا إلى نتيجة رائعة بفضل الله، أولاً بفضل كمان إن احنا عملنا أمورنا بشكل بروفيشنال، والحالة قد إيه كانت متعاونة لحد ما وصلنا إلى النتيجة الجميلة اللي حضراتكم شايفينها دلوقتي. الحالة كانت في غاية السعادة إن هي خلصت التقويم ووصلنا للنتيجة المثالية. ما تنسوش يا شباب لو ليكم أي موضوعات سيبوا لنا في الكومنتات، أنا بتابعها جدا باهتمام، لو ليكم أي موضوعات حابين نتكلم فيها سيبوا لنا وإن شاء الله نتواصل معاكم. بشكركم جدا على دعمكم وعلى التعليقات الإيجابية اللي دايما بسمعها، وإن شاء الله دايما أشوفكم على خير حال. كان معاكم دكتور إسلام نبيل، سلام عليكم، باي باي. نشوفكم فيديو جديد.